ولمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري انضم معنا من اسطنبول القاضي خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين الأحرار. مرحبا بك معنا أستاذ خالد. هل حدثتمونا عن أبرز نقاشات المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض بشأن تشكيل اللجنة الدستورية؟ حياكم الله جميعا. أريد أن أوضح أمر، نحن لسنا جزءا من اللجنة المجتمعة الآن. نعم. وجهة نظرنا القانونية والسياسية، أولا عندما كان يجتمع وفد الهيئة العليا للمفاوضات السابق مع وفد النظام أو مع الدستورة من أجل الانتقال السياسي وليس من أجل صياغة الدستور، يجب أن نفرق الاجتماع مع وفد يمثل النظام للوصول لانتقال سياسي بدون بشار الأسد شيء، والاجتماع بوفد يمثل حكومة بشار الإرهابية لصياغة دستور مشترك بوجود بشار الأسد شيء آخر. إذا هذه أول كارثة تجاوز التسلسل الزمني وهو الانتقال السياسي لتشكيل هيئة حكم انتقالي وبعدها دستور ثم انتخابات. الآن ما يتم هو كارثة حقيقية، كيف نقبل الجلوس مع وفد أولا يمثل حكومة إرهابية ارتكبت أعمال إرهابية، ومبادئ المجموعة المصغرة الدول السبع قالت واشترطت للتعامل مع حكومة سورية أن تكون واحد ليست إرهابية، لم تجلب إيران إلى سوريا وتكمل سيطرتها على سوريا. الآن حكومة نظام بشار الأسد افتكرت أعمال إرهابية وشكلت داعش، وهذا ما قاله جيمس جيفري. أيضا اشترطوا عدم تهديد جيران سوريا، حكومة بشار الأسد قتلت رفيق الحريري نظامه، قتل رفيق الحريري أيضا تفجيرات الأردن 2005 وصدر قرار قضائي من المحكمة الكولومبية المحلية بذلك في 1/3/2016. أيضا تفجيرات الريحانية 2013. إذا هذه الحكومة إرهابية تهدد الجيران، يعني ثلاثة شروط الآن لم تنطبق. أيضا اشترطت المبادئ أن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وعدم مشاركتهم في الحكومة أو المرحلة الانتقالية أو حتى في حكم سوريا. الآن نظام بشار الأسد كل ذلك ينطبق عليه. أيضا اشترطت إعادة الإعمار الانتقال الحقيقي للسلطة من أجل إعادة الإعمار. مع كل هذا هل ترى هناك نتيجة هل ترى أن هناك نتيجة فعلية على الأرض بإنشاء دستور جديد لسوريا، وسوف يكون إلى صالح من؟ إلى النظام أم للشعب السوري؟ أخي الكريم أنا أوضح ذلك لأقول الآن الجلوس مع وفد يمثل نظام بشار الأسد يعني إعادة تأهيل بشار الأسد وشرع عن جرائمه ومشاركته في الانتخابات المقبلة وفي المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا. الأمر واضح، عندما يذهب الوفد الذي يدعي تمثيل الثورة ويجلس إلى وفد ارتكب يمثل النظام ارتكب كل هذه الأفعال التي عددناها ويرفض أن على من يريد أن يمثل الثورة أن يشترط لصياغة الدستور الجلوس مع وفد يمثل السوريين ولا يمثل حكومة إرهابية. نعم. إذن أنت ترى من الناحية القانونية أن الجلوس مع النظام أصلا غير صحيح من الناحية القانونية. أستاذ خالد، واشنطن دعت إلى من الناحية القانونية غير صحيح حاليا صياغة الدستور. نعم. صياغة العقد الاجتماعي تحتاج لبيئة آمنة مستقرة. نعم. مؤتمر وطني سوري عام يجتمع به كل مكونات الشعب السوري، يخرج بلجنة دستورية أو ينتخب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور في بيئة مستقرة آمنة يسمح للجميع أن يشارك في صياغة وصلت الدستور. الفكرة. واشنطن دعت المبعوث الخاص ديمستورا إلى تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأولى وإصدار الدعوات والمضي في المحادثات من دون تأخير. كيف ترى برأيك المعارضة وكيف ترى أنت دور ديمستورا في هذه المرحلة؟ يعني ديمستورا بالأمس يقول أنا يعني أنهي عملي خلال الشهر القادم. نعم. ديمستورا وجهته الدول السبع أن يلتزم في الحل السياسي في سوريا بالمبادئ التي صدرت في 14 أيلول 2018 في جنيف. نعم. وعدت تلك المبادئ. الآن أمريكا أصدرت المبادئ وخرج جيمس جيفري باللقاء على الحرة وقال هذه الشروط يجب أن تنطبق على الحكومة التي يجب أن نتعامل بها. على المعارضة، على القوى الثورة
أن تتمسك حتى لو دعت أمريكا لاجتماع اللجنة، تتمسك بما أصدرته أمريكا بالتحديد وما تحدث به المبعوث الخاص لسوريا السفير فوق العادة، وهذا له دلائل تعيين سفير فوق العادة لسوريا، أن يقولوا نعم نحن سنقوم بصياغة الدستور ولكن وفق الشروط المبادئ، وبالتالي لابد أن يأتي وفد يمثل السوريين لا يمثل حكومة نظام بشار الأسد التي لا ينطبق عليها كل شروط التي جاءت في المبادئ. هذا ما يرد على الدعوة السريعة التي يعني نادت بها الخارجية الأمريكية. نعم، القاضي خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين الأحرار من إسطنبول كان معنا، شكرا لك.